أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن انتصارات رياضة الفروسية البحرينية في سباقي بريطانيا وفرنسا تجسيد للرعاية الفائقة التي تحظى بها هذه الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومشيرا سموه إلى أن الرعاية ساهمت في مواصلة تحقيق الإنجازات وتأكيد المكانة المتميزة التي تمتلكها رياضة الفروسية في المشاركات العالمية. أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن بالغ سعادته بحصول الفارس لاين اوف ديبارتشر على المركز الاول في سباق دونكاستر البريطاني وحصول المهر كوين دينيرز على المركز الاول في سباق بري ضمن بطوله باريس لونج الذي اقيم في فرنسا. اشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان هذه الانتصارات تؤكد مكانه مملكه البحرين في المشاركات الخارجيه وتعتبر امتدادا لسلسله الانجازات المتواصله التي حققتها رياضه الفروسيه في المشاركات العالميه حتى اصبحت لها مكانه خاصه في المشاركات العالميه ودائما ما تحقق الانجازات التي تجسد مكانه المملكه. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن سباقات الفروسية في بريطانيا دائما ما تحظى بندية وإثارة حتى الأمتار الأخيرة، وهو ما شهدناه في سباق دونكاستر البريطاني حيث كان السباق مثيرا ومميزا من الجوانب الفنية والسرعات العالية، وسعى جميع المشاركين لتحقيق نتائج متقدمة إلا أن كلمة الحسم كانت لصالح لاين أوف ديبارتشر. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن سباق دونكاستر البريطاني شهد منافسة قوية ومشاركة واسعة، والفرس لاين اوف ديبارتشر اثبت جدارتها وقدرتها العالية وحقق المركز الاول التي تعتبر طبيعية في ظل المستويات المميزة التي قدمتها في السباق. وعن سباق فرنسا قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان فوز المهر بالمركز الاول لم يأتي من فراغ، انما بعمل جاد وكبير من الجهاز الفني والفارس، ويؤكد مكانة المشاركات البحرينية في البطولات العالمية. اشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالعمل المميز الذي قام به الفارس ديفيد إيغان والمدرب روجر فاريان وبحرصهما على تهيئة الفرس بأفضل صورة في بريطانيا، مشيدا سموه في نفس الوقت بجهود الفارس مايكل بارزلونا المدرب روجر فاريان وبحرصهما على بذل الجهود لتحقيق هذه النتيجة الطيبة في فرنسا.